الرحلات المبرمجة به من الجزائر نحو العديد من الاتجاهات الفرنسية، خاصة إلى مطار باريس وأورلي، حيث عرف مطار الجزائر الدولي حركية عادية للرحلات وكذلك المسافرين. لا ما على بالي، انا رايح نطونتي لا شونس، رايح لباري. ما رانيش خايف، كلش بالمكتوب يا خويا. نورمال مانيش خايف، نورمال كيما هنا كيما لهي، قادر اي حاجه تصرى، تصرى هنا ولا تصرى لهي، كلش بالمكتوب. هذا ووجه السفير الفرنسي بالجزائر برنار إيمي رسالة إلى الرعايا الفرنسيين والمسافرين نحو الجزائر لاتخاذ التدابير الأمنية والوقائية التي خرج بها مجلس الدفاع الفرنسي، محدثا إياهم أو مطالبا إياهم بالحذر مخافة إصابتهم بأي مكروه. إذا كانت حاضرة التصريحات التي رصدها الزميل إبراهيم برقاش.